حلوة قوي، بس اكيد فيها كالوريز كتير قوي. انت ركز مع كالوريز بس. لا هي والله كالوريز. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انا مش هرد على حضرتك بـ 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 بكلام، انا عايز ارد عليكم. ممكن ارد عليكم بصوره؟ تسمحوا لي ارد عليكم بصوره؟ معلش رد عليا بصوره بس. السلايس دي فيها قد ايه؟ بص حضرتك ده انا ممكن احكي لكم المشروع اصلا بدا فكرته ازاي اصلا. انا ودكتور محمد كنا مش قادرين، يعني مش قادرين نعمل دايت، وانا كان وزني كده. فوالدتي بدافع الامومه وبدافع انها ام عايزه تساعد ابنها، بدات انا دكتور فاهم ايه اللي يتحط في الاكل وايه ما يتحطش، انا ودكتور محمد، فبدانا نقول لها، بدات تعمل لنا وصفات تساعدني ان انا اوصل من هنا لكده بالاكل اللي حضراتكم بتاكلوه اللي مستر ايمن بيقول. طب هي برضه اللي وصلتك لعلى الشمال. اه عملية بتطبخ عشان كده كان لازم تصلح غلطتها. بس هي غلطت وصلحت غلطتها. فده دي صورتي انا شخصيا، وكان الصوره دي من زمان جدا، والفكره كمان ان انا وصلت لكده وحافظت على وزني.